بصفة عامة كده أنا شايف إن النادي الأهلي هو أكتر نادي متضرر من جدول الدوري والمؤجلات. من كل اللي بيحصل ده أنا شايف النادي الأهلي هو أكتر نادي. هقول لحضرتك إزاي. دلوقتي جدول الدوري إحنا النادي الأهلي عنده 45 نقطة من 19 مباراة. نادي بيراميدز عنده كام؟ 62 نقطة من 25 مباراة. باعتبار طبعا النادي الأهلي كسب النهاردة فيبقى الفرق كام؟ الفرق ما بين النادي الأهلي وبيراميدز 6 مباريات. الفرق كام في عدد النقط؟ 17 نقطة. فأنت تخيل إن أنت بتقابل منافس أو المنافس بتاعك المباشر عمال بيكسب في الماتشات، وإن أنا عايز أعوض فرق ال 17 نقطة دول فرق الست مباريات. فالنادي الأهلي أكتر نادي محطوط تحت ضغط. أيوة زي ما حصل من سنتين لو تفتكر. فرق كبير جدا في المباريات، يعني بيراميدز بيقرب، بيراميدز 62 نقطة، وأنا كنادي أهلي عايز أكسب الست ماتشات دول. يعني كتر المؤجلات وكتر الحاجات اللي حصلت، وطبعا ده كان اضطراري بسبب المشاركه في البطولات الكتير، وبسبب واحنا الكلام ده قلناه من قبل الموسم ما يبدا. يعني احنا هنا صحيح. في قناه الاهلي قلناه من قبل الموسم، قلنا يا جماعه ان الموسم ده هيبقى اصلا صعب ان هو يخلص. ساعتها قلنا في نهايه سبعه، ساعتها قلنا ان في معانا الحاج عامر اعتقد يا كريم، وكان صح لو انت فاكر، وانا قلت منتصف سبتمبر، قلت منتصف سبتمبر بس انت غلطان. ليه؟ هو خلص في نص ساعه 9 20 اغسطس. لا بتكلم على نص، بتكلم على الحالي مش بتكلم على اللي فات. ما هو الحالي هيخلص نص 8 كم؟ نص 13 اغسطس 17 8 ماشي، نستنى ونشوف هيعدي تاني. لا هو خلاص الجدول نزل، الجدول نزل ما ياجلش حاجه. لا مش تاجيلات، خلاص مش تاجيلات لايه؟ بس هيأجل ليه؟ بس انت خلي بال حضرتك ان انت الاهلي هو الاهلي هو اللي اتضرر اكتر نادي متضرر. ليه؟ انت دلوقتي انا بقابل يا جماعه المنافس المباشر بتاعي دلوقتي، خلاص المنافسه ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، خلاص المنافسه فرق كام ماتش؟ وليه خلاص؟ معلش ما هو ممكن يكون أيوة. اي نادي تاني. لا خلاص ما خلاص المنافسه المباشره ما بين النادي الاهلي وبيراميدز. لا يعني مش بتكلم على الزمالك تحديدا، لكن ممكن أيوة. المصري، ممكن بعيد الزمالك بعيد. لا بعيد خلاص بعيد. فالفرق 6 ماتشات، فالنادي الاهلي انا يعني انا كمنافس 6 مباريات ما بين الاهلي وبيراميدز 6 ماتشات. عايز تكسب الست ماتشات وبتلعب كل 3 ايام ماتش، مفيش نادي في مصر بيحصل معاك الكلام ده. يعني اكتر نادي متضرر فعلا هو النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما بيتكلم ما بيقولش حاجه. لا وحاجه ثانيه يا سام، ده انت عايز تكسب الماتشات دي عشان تقدر تحافظ على فرق النقاط، عشان فرق النقطه فرق نقطه مع بيراميدز. الموضوع تفضل يعني هو قصد كريم معرفش ان هو انت ما هو ده ضغط ماتشات. يعني حتى لو كسبت الست ماتشات فانت عندك 7-8 ماتشات، 9 ماتشات بعديها تانية، وفرق بينك وبين المنافس المباشر بتاعك ده لو كسبت الست. اذا كسبت الست، ما انا بتكلم في كده، ان انت كمنافس، غير بقى ان انت ممكن يحصل لك لا قدر الله اصابات، انذارات، وده وارد. ده مش يعني ده وارد، هيحصل ايقافات، هيحصل اصابات، لان انت بتلعب يعني ده هيحصل كل 3 ايام، كل 3 ايام ماتش.